اللقاء الوطني، الجزائر يحميها الجميع. الجزائر والساحل الإفريقي، توتر على الشريط الحدودي. تسعى بعض الأطراف على إحداث نوع من البلبلة عبر حدودنا مع مالي، وجعل الاستقرار والأمن المشهد الغالب من خلال خلق مجموعة من الأزمات كالجريمة المنظمة والتهديد الإرهابي والتهريب والهجرة الغير شرعية وأحداث نوع من البلبلة تنفيذا لأجندات مشبوهة من خلال استغلال الأوضاع واللعب على الورقة الاجتماعية. الجزائر فهمت الفصول والتخطيط وفكت خيوط المعادلة، مما لزم ضبط السيطرة الأمنية وتبني استراتيجية أمنية على الحدود. اللقاء الوطني، الجزائر يحميها الجميع. بناء جبهة داخلية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. الملتقى يسعى للتحسيس ولإثارة الوعي حول هذه المباحث والأجندات الخارجية الغير معروفة بشكل واسع لدى الجمهور، ويسمح للتفسير لها والتعريف بها من طرف أكاديميين لتكوين فكرة واضحة على الطرق الجديدة التي تحارب بها الأمم بأساليب خفية لرفع درجة الانتباه واليقظة وعدم الانسياق بالانجرار وراء مشاريع إقليمية ودولية هدفها تحييد الجزائر عن دورها الفعال لتنفيذ مخططاتها للإضعاف والتفتيت والسيطرة على الفضاء الجيوسياسي والجيوستراتيجي. اللقاء سيكون يوم السبت 24 من فبراير 2024 بدار الثقافة بولاية باتنا ابتداء من الساعة 10 صباحا. جميعنا معنيون بالحدث والدعوة عامة. الجزائر يحميها الجميع.